كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقة تعزية ومواساة من أخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة في وفاة صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج الخليفة. وقد أعرب جلالة السلطان قابوس في برقيته عن أحر تعازيه وصادق مواساته لجلالة الملك المفدى ولأسرة الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يحفظ جلالته من كل سوء ومكروه.